تاي. أهلا هي مهلا، ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ كنا نرسم وقد أسقطنا اللوح، كسرناه. خسارة، لوح الجميل. فعلا فعلا آسفتان بلبل، لقد كان حديثا. هل يمكن أن نصلحه؟ لا لوزة، إلصاقه لن ينفع، لقد ضاع البرغي منه. لنرى إن كان قد سقط على الأرض. نعم لنبحث عنه. من الجيد أنني أنهيت لوحة ظريف قبل أن يحدث ذلك. بلبل، ماذا رسمت لظريف؟ صندوق موسيقى رائع مع تمثال صغير راقص فوقه. ترى سيعجب ظريف. انظر بلبل، لقد وجدت بعض لوحاتك. شكرا. هل هو صندوق ظريف الموسيقي بلبل؟ إنه هو. انظري دودة، هل ترين؟ الأصدقاء الصغار يصعدون وينزلون. فوفو، لا 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 لا. لولو، موسيقى جميلة. لا 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 لا. جاء سوسو. يا سلام. لا 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 لا. كنا نجمع التوت، وطلب سوسو منا أن يحمله. أصر على حمله. أجل. ثم سمعنا الموسيقى. نعم، إنها لعبتي الجديدة. إنها جميلة. لا 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 لا. يا سلام، هذا أنا. انظروا، أرقص. غريب، لماذا توقفت الموسيقى؟ أنا كنت أنظر فقط. ظريف، لم نلمس شيئا يا ظريف. لقد توقفت وحدها. وحدها؟ لا أرى. ولا أنا. لنبحث عن شيء آخر لإصلاح اللوح. مثل ماذا؟ لنبحث عن بعض الحبال. إنها فكرة جيدة موزة. بلبل، هل يمكن أن نربط الأجزاء المكسورة بالحبال؟ الحبال سترتخي عندما أضغط على اللوحة للرسم. إذن يمكن أن نثبت القطعة المكسورة بالمسامير. أجل بلبل، لابد أن لديك بعض المسامير. ستسقط المسامير يا موزة. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو التفتيش عن البرغي. بلبل محق. نعم، لنبحث عن البرغي المفقود. انظر ماذا وجدنا. أجل، يذكرك هذا بشيء بلبل؟ إنها تذكرني بالخيطان. صديقاي. أجل. ما رأيكما أن نرتاح قليلا؟ نعم. مرحبا حركوش. أين أنت حركوش؟ حركوش. يا هذه الصورة سأعلقها هنا. ما أروعك. لقد كسرت. لا مشكلة، لدي الحل.
أها، هذا الغراء سيعمل على إصلاحها. أها، والآن سأدعها تجف قليلاً ثم أعلقها من جديد. أظنه قد حان الوقت. حسناً. ما أروعك؟ والآن لنرى. ما أروعك؟ فقط ابقي. لابد أنه في مكان ما هنا. ما الذي تبحث عنه بلبل؟ احذري. البرغي. صحيح. انظري إلى تلك القطة. ماذا يا بلبل؟ إنه زنبرك. هل سيفيد هذا الزنبرك في إصلاح اللوح؟ لا، ولكن قد يصلح شيئاً آخر. ألا يمكنك استخدام هذه اللوالب في إصلاح اللوح؟ أنا أحاول إيجاد الحجم المناسب، لكن كلها كبيرة أو صغيرة. لماذا تحتفظ بالعديد من القطع يا بلبل؟ لأنها قد تصبح مفيدة إن فقدت شيئاً في يوم. نعم. ألا ينفع هذا يا بلبل؟ سأجربه يا لوزة. إنه كبير جداً. مرحباً ظريف، هل أعدت صندوقك الموسيقي للعمل؟ يا إلهي، يا رب، أتمنى ألا يكون صندوق ظريف الموسيقي قد انكسر. إنه حزين جداً. وأنا حزين أيضاً. سوسو المسكين، تعال. اسمها، لما لا نصنع صندوقاً موسيقياً؟ لا يمكننا صنع صندوق موسيقي يا لولو. يمكننا، نستطيع أن نمثل دور الراقصين ونرقص لأجل ظريف. لكن ماذا عن الموسيقى؟ ما رأيك أن نغني؟ ويمكننا أن نرقص. يا سلام، يا سلام. أنت رائع يا سوسو. تذكروا، سنرقص ونغني تماماً كالأصدقاء الصغار على الخيول. نحن الأصدقاء سوسو فوفو لولو، نحن أصدقاء ظريف. نعم، نحب الغناء ونحسن الأداء، نحن أصدقاء ظريف. يا سلام. أخبراني، ماذا كنتما تفعلان قبل أن تسقطا على اللوح وتكسراه؟ ماذا؟ حسناً، إن كان بإمكانكما تذكر ما حصل، يمكن أن نعرف أين ذهب البرغي. إنها فكرة جيدة بلبل. تعالي لوزة. حسناً، لقد كنا هنا. أجل، وكنا ندفع بعضنا البعض. هذا صحيح، أردت أن أرسم أولاً وأنت منعتني ودافعتك بعدها هكذا. نعم، ثم صدمت باللوح. هكذا أخي. وانكسر. توقف هنا. لابد أن يكون البرغي قد سقط ثم تدحرج هنا وتوقف تحت نعنوش. بلبل، قد يخبرنا نعنوش أين البرغي الضائع. أخبرنا قصة نعنوش يا بلبل، أرجوك. سألت البومة أصدقائها، هل يعجبكم كرسي الجديد؟ نظر نعنوش والقرد والنملة إليه باهتمام وقالوا إنه جميل جداً. فشكرتهم البومة وهي تخرج قائلة، أنا ذاهبة لإحضار المزيد من الخشب لصنع كرسي آخر. بينما كانت البومة في الخارج، قفزت النملة على الكرسي. إنه
مريح جدا. دعيني أجرب قليلا. أنت محقة أيتها النملة، إنه فعلا مريح. أتمنى أن أجربه أنا أيضا. وقام نعنوش بوضع نفسه على كرسي البومة، فحذرته النملة وقالت له: انتبه قد يكسر. لا تقلقي أيتها النملة، إن الكرسي يتحمل، فهو قوي جدا. ولكن انكسر الكرسي عندما جلس نعنوش عليه. نظر الأصدقاء الثلاثة إلى الكرسي المكسور وأفواههم مفتوحة. قال نعنوش وهو يغطي وجهه: لقد كسرته. فصاحت النملة: أصلح أصلح. وجد نعنوش والقرد والنملة مطرقة ومسامير، وقاموا بأقصى جهدهم لإصلاح الكرسي. لكن عندما انتهوا نظروا إلى الكرسي وصاحت البومة من خلفهم: يبدو مختلفاً. أجابها نعنوش: هذا لأننا أصلحناه. ثم أكملت: ماذا حصل لكرسي؟ لم يجب القرد ولا النملة، أما نعنوش قال بفخر: لقد كسرته وأصلحته. وقالت البومة وهي تجلس على الكرسي: في الحقيقة. ثم قالت بصوت أعلى وهي تسترخي عليه: في الحقيقة. ثم قالت وهي تضع قدمها على مكان وضع القدمين، ثم ابتسمت وقالت: يعجبني هذا، شكرا. فقال نعنوش: في الحقيقة هذه قطعة من الخشب الزائد، لم نعرف مكانها. فأجابته البومة: حسنا، لقد أعجبني، إنه مريح جدا، شكرا لأنك أصلحته. فأجابها نعنوش قائلا: على الرحب والسعة أيتها البومة. وفرح الأصدقاء الثلاثة لأن البومة لم تغضب. ثم أضاف نعنوش: يبدو مريحا جدا، ما رأيكم بأن نصنع ثلاثة كراسي لنا أيضا؟ ماذا تفعلين لوزة؟ لم يتمكن بلبل من إيجاد شيء لإصلاح اللوح، لذا فأنا أبحث في صندوقنا، ربما أجد شيئا مناسبا له. إنها فكرة جيدة لوزة، سأساعدك. انظري لوزة، قد نحتاج إلى هذه المطرقة لإصلاح اللوح. ربما تساعد. انظري لهذه الأداة، ما رأيك بها؟ جيدة جيدة، سوف نجربها معا. ترى هل أعجب ظريف بأغنية الأصدقاء؟ لماذا تعطل صندوق الموسيقي؟ لا تحزن، سنغني لك. نحن الأصدقاء سوسو فوفو لولو، نحن أصدقاء ظريف. سلام. نحب الغناء ونحسن الأداء، نحن أصدقاء ظريف. هل أعجبك غناؤنا ورقصنا يا ظريف؟ صممنا أغنية ورقصة تعويضا عن صندوقك الموسيقي. حسنا، كانت جميلة، شكرا جزيلا لكم. لكن ألم تعجبك يا ظريف؟ بلى يا فوفو، لقد أعجبتني كثيرا، ولكن أتعرفون، أفتقد صندوقي الموسيقي. أتمنى لو لم يتعطل. هي انظري لوزة، انظري إلى هذا الباص. أعتقد أنه معطل. ترى هل سيصلحونه؟ كان الباص طربوش في الموقف، وكان يتساءل إلى أين يمكن أن يذهب اليوم. خرج من الموقف وسار على طول الطريق، ثم ذهب للبحث عن ركاب، لكن فجأة وجد أن أحد عجلاته قد تفرغ من الهواء، لذلك فقد علق ولم يتمكن من الحركة. جاءت شاحنة كبيرة للمساعدة، ربطت الشاحنة طربوش بحبل وسحبت. ثم ذهب طربوش مع صديقته الشاحنة إلى البحيرة لمشاهدة البط. ما أحلى المساعدة. هذا هو ما نحتاجه عندما نجد البرغي. هل تعتقد أن ظريف سيحتاجه لإصلاح صندوقه الموسيقي؟ فكرة جيدة، ربما كان علينا أن نعطيه واحدا. آه
لا أعلم كيف أصلح صندوق الموسيقى. أيتها الدودة، هل تعلمين كيف أصلحه؟ لا يهم، سأستمر بالمحاولة. أتعلمين؟ إنه أمر صعب، أعني كيف يمكنني إصلاح شيء لا أعرف كيف تعطل؟ مرحبا ظريف. مرحبا فوفو. هل تقوم بإصلاح صندوق الموسيقى أم ماذا؟ حاولت ولكنني لا أعلم كيف أفتحه. حسنا، هل جربت نزع الغطاء؟ لا، يمكن أن نجرب. لا، الغطاء لا ينزع. حسنا، لكن ربما كان هناك شيء عالق في الأسفل. فلنرى. لا شيء عالق. إذن ما الذي يوقف الصندوق الموسيقي عن العمل يا ترى؟ حسنا، هذا تماما ما أحاول معرفته منذ ساعة. لابد أن هناك شيئا يوقفه. أجل، لكن ماذا؟ كيف نعرف ما الذي يوقف الصندوق الموسيقي عن العمل؟ لحظة فوفو، لحظة، أعرف ما هو الحل، لكني أحتاج للمساعدة. حسنا، سوسو، لولو، تعالا إلى هنا، نحتاج للمساعدة. حاضر. اسمعوني، سنحاول أن نتذكر ما حدث تماما قبل أن تتعطل اللعبة. أجل. حسنا، سأبدأ أنا. كنت أري الدودة الصندوق الموسيقي. أجل، أنا أتذكر. ثم اقتربت يا سوسو. وأنت لم تلمسه يا سوسو. لا، نظرت إليه فقط. نعم، ثم توقفت الموسيقى. لماذا؟ لا بد أن شيئاً ما قد حدث عندما اقتربت منه. لحظة، الآن فهمت ماذا حدث. انظروا، أترون هذا؟ شيء ما علق بصندوق الموسيقى. صحيح. أتمنى أن يصلح ظريف صندوقه الموسيقي. وأنا أيضاً، لقد أحبه كثيراً. ماذا ترسم الآن بلبل؟ حبل تماماً كالذي وجدناه سابقاً. هل ستعطي الظريف واحداً؟ كنت أرسمه للخيطين. وجدناه هنا. رائع. كان نعنوش ورفاقه يبحثون عنه طوال الوقت بلبل. شكرا نعنوش، وشكرا يا صديقتي. نحن ذكيتان جدا جدا جدا. والآن يمكنني إصلاح اللوح. رائع. ماذا تفعل بلبل؟ أثبت هذا البرغي بشكل قوي حتى لا يسقط مرة أخرى. صحيح يا بلبل، لا نريد المزيد من الأشياء المكسورة في بيتنا. انتهينا، لقد أصلح لوحي. أنا سعيدة جدا. والآن يمكنك رسم المزيد من اللوحات لظريف. وحركش أيضا. نعم، والأصدقاء. والخيطين أيضا. ونعنوش. بلبل، تعال وانظر إلى رسومات الأطفال هذه. الرسامون الصغار أذكياء جدا. أنت محقة لوزة، إنهم يرسمون لوحات جيدة. انظرا لهذه اللوحة. فلنرى ماذا تقول اللوحة.
إنها قصة عن إوزة وعشها. بنت الإوزة عشها على ضفة النهر ووضعت بيضها وانتظرت حتى يفقس، ولكنها فجأة بدأت تمطر وتمطر وتمطر، وارتفع مستوى المياه في النهر وبدأ النهر بالفيضان على الضفتين وحطم العش. حاولت الإوزة حماية عشها من التحطم إلا إنها لم تتمكن من ذلك، وهكذا عبرت النهر إلى الضفة الأخرى حيث وجدت مكاناً آمناً لها وبدأت تحضر لإصلاح العش. أصلحت العش بالأغصان والفروع والحبال حتى أصبح عشاً جميلاً كالجديد تماماً، وهكذا اطمأنت بأن العش أصبح آمناً. وفي يوم من الأيام عندما كانت الإوزة تسبح رأت أحد فراخها يظهر من العش. لقد بدأ البيض يفقس، لقد فقست البيضات ونزلت الفراخ للماء، وهكذا علمتها أمها السباحة وعاشت سعيدة. بلبل، لماذا ترسم التوت؟ أرسمه لظريف. ولكن ماذا سيفعل ظريف بالتوت؟ لنرى ذلك. هذا ما أوقف صندوق الموسيقى عن العمل. أجل، لقد دخلت فيه حبة التوت. لا 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 لا. أحب صندوقك الموسيقي. أجل فوفو، وأنا كذلك. لا 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 لا. يا سلام. لا 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 لا. رائع.